السلام عليكم ورحمة الله أحبابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في مطبخ الامل، معاكم ام مازن. والنهاردة هنعمل لكم استاكوزا على طريقتين، طريقة طاجن وشوربة استاكوزا. يلا نشوف هنحتاج ايه في الطريقة بتاعتنا. ايه هنحتاج؟ بصلتين، فلفلتين رومي مقطعين، معلقتين صلصة، معلقتين توم، شوية بقدونس، شوية صلصة، شوية توابل، كل اللي موجود عندك هنحتاجه ان شاء الله، مش هتفرق اي حاجه. اول حاجه هنحط الصينيه على النار، فيها زيت، بعد كده ننزل بالاستاكوزا. الكميه اللي انت عاوزاها، علشان نعمل شوربة الاستاكوزا. وبعدين ننزل بالبصل، وبعدين ننزل بالفلفل اللي احنا مقطعينه، ونقلب. هنا احنا ابتدينا بالاستاكوزا، وبعدين حطينا البصل والفلفل. في الشوربة هنبتدي بالبصل، وبعدين ننزل بالثوم، ننزل بالشوربة بالفلفل، ونقلب. ان شاء الله كل حاجة معايا جديدة وسهلة. وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا
الجرس ولايك عشان يوصلكوا كل جديد مني، ويا ريت اشوف تعليقاتكم وكل اللي تحتاجوه انا معاكم ان شاء الله. ابعتولي اي حاجه تخطر على بالكم ان شاء الله هتكون معاكم موجوده باذن الله على قناتي، قناه الامل. كل اللي انتوا تحتاجوه هتلاقوه باذن الله. هنا ممكن اللي هو بيحب الشطه ممكن يحب يحط قرن او نص كده قرن احمر واخضر، وهنا كمون، ملح طبعا، هنا بهارات سمك، حبة شطة صغيرين، ونقلب. هنا في الشوربه حطينا البصل وحطينا الفلفل، هنحط معلقه ثوم ونقلب. وبعدين ننزل بالاستاكوزا الكمية اللي انت عايزاها، ما تحدديش كمية معينة. وبعدين نتبل حبة بهارات خفيفة كده، معلقة ملح، معلقة كمون بسيطة، وحبة الشطة للي بيحب. طبعا ما تتخيلوش درجة الحلاوة بتاع الاستاكوزا دي، فظيعة، الريحة فظيعة برضو، هتعجبكم ان شاء الله. هننزل هنا بمعلقتين صلصة، وهنا هننزل بالطماطم المعصورة هنسيبها تتسبك كده حبة، وبعدين ندخلها الفرن ونزود لها حبة مية. هنا على الشوربة طبعا مش هنحط طماطم ولا صلصة ولا أي حاجة، هي دي مية بس.
لان دي شوربه استاكوزا. ان شاء الله جربوها هتعجبكم. هنسيبها مده ربع ساعه كده ان شاء الله، وبعد كده ادخل الصينيه الفرن وارجع لكم بعد ما يستوي. وتاني بعد ما استوى الطاجن ده شكله، ودي الشوربه، ونقدمها مع شويه رز. يا رب ان شاء الله كده نكون اللي قدمناه النهارده يليق بطلب وذوق حضراتكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه بتاعتي، قناه الامل لام مازن، وما تنسوش الجرس ولايك وعشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.